الاجازه مهمه والشغل ده اساسي. يعني انا لما حتى قعدت يعني في اجازه يومين في الويكند ايوه ما بستريحش وما ببقى زهقانه، ببقى عايزه انزل اشتغل، بحس ان انا اخدت الساعتين بتوع الصبح لكن بقيت اليوم لا، بيبقى الموضوع ممل. لكن انه ان لبدنك عليك حق، انت لازم جسمك دايما يستريح ونفسيتك وذهنك، لانك طول ايام الشغل مخك شغال وبتفكر، وده بيعرض الانسان لضغط نفسي وضغط عصبي، واجهزه الجسم كلها ممكن تضعف وجهاز المناعي بتاعك يضعف. فكل الحاجات دي كلها نريحها ازاي، نديلها حقها ازاي في الراحه، ان احنا ناخد اجازه. بعد الاجازه لما بننزل نشتغل طاقتنا بتتجدد، الحيويه عندنا بيبقى حتى مبتهج نازل الشغل، بتبقى عايز تشتغل وتشتغل اكتر وتبقى حابب الناس، وحتى وشك بيبقى رائد، بيبقى روحك مختلفه. فطبعا التوازن حلو ان احنا ناخد اجازه، ولما ننزل نشتغل نشتغل بجد جدا.